شيخ العقاريين وأحد أبرز المستثمرين في قطاع العقارات، إنه رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولد المهندس حسين فايق صبور عام 1936، تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957. أنشأ عام 1957 مكتب صبور الاستشارية، وفي عام 1994 أنشأ واحدة من أولى شركات الاستشارات الهندسية في مصر. وفي عام 1998 تم تأسيس شراكة مع البنك الأهلي المصري في شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وتولى هو منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث تعتبر الشركة الآن مطوراً عقارياً رائداً بأكثر من 20 مشروعاً في جميع أنحاء مصر. أنا شخصياً كمكتب حسين صبور بعيد عن رجال الأعمال كان ليا شغل وما زال ليا شغل في معظم دول أفريقيا، وبدأنا من أفقر البلاد زي موريتانيا وأوغندا، يعني لفينا ومالي كل البلاد دي. وعلى الرغم من العمل الخاص، كان صبور حاضراً في إدارة المؤسسات والعمل العام، فترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، كما كان عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، وعضواً بمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية. وعن عمر ناهز 85 عاماً توفى كبير معماري مصر المهندس حسين صبور. خالد جمال، كلمة أخيرة.